الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة هنتكلم جوه الدستور بتاعنا عن قاعدة اسمها القاعدة الذهبية. يعني إيه القاعدة الذهبية؟ القاعدة دي لو حفظناها وعشنا بيها في حاجات كتيرة قوي في حياتنا هتختلف في التعاملات بتاعتنا. طيب ما ناخد القاعدة وبعدين نتكلم عنها. القاعدة بتقول إيه؟ كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. يعني إيه؟ يعني باختصار، قبل كل تصرف وقبل كل كلمة وقبل أي قرار في التعامل مع الناس، حط نفسك مكانه وشوف هو المفروض يعاملك إزاي، وزي ما أنت عاوزه يعاملك إزاي أنت عامل الناس بالطريقة زيها. لأن ربنا عارف الإنسان عاوز إيه وعارف احتياجاته لأن هو خلقنا. بس أنا الحقيقة في أوقات كتير أوي بنسى القاعدة دي، وبتعامل من خلال غضبي أو نرفستي أو سرعتي أو طبعي، وبنسى إن قدامي إنسان ممكن أتعبه. علشان كده المسيح حط لي قاعدة ذهبية، قال أنت عاوز الناس تعاملك إزاي؟ باحترام؟ يبقى لازم تحترم الناس. أقول لكم تعالوا ناخد مواقف سريعة كده من الحياة نطبق عليها القاعدة الذهبية دي، علشان يعني عاوزين نخلص الموضوع ده النهاردة. على سبيل المثال احنا بنقف حاجة اسمها ازدواجية المعيار. يعني ازدواجية المعيار؟ يعني مثلا لما واحد غلط وانا زعقت فيه، هو غلط زعقت فيه، انا زعقت، انت تحب لما تغلط نفس الغلطة يتزعق فيك؟ يعني واحد وقع كوباية، انا عندي ردين فعلين. رد فعل واحد قال لي سلامتك خدت الشر وراحت، المهم انك ما تكونش تعورت يا حبيبي، لان خلي بالك الازاز دوت ممكن يعور اي حد. واحد تاني قال لي انت مش مفتح، ما تبص كويس يا اخي. الله، انت لما تقع من ايدك كوباية تحب واحد يقول لك فداك والف سلامة والمهم ما تكونش متعور، ولا يزعق فيك ويقول لك ايه الاستهتار فيه؟ هتقول اكيد احب يقول لي فداك، المهم سلامتك، اوعى تتعور. طيب ليه انت لما بتلاقي واحد بيعمل حاجه زي كده بتزعق؟ فهمتوا القاعده؟ تعالوا ناخد بقى غير الزعيق مثل تاني. انت لما بتغلط بتحب الناس تسامحك ولا الناس تاخد منك موقف نفسي؟ انت اعتذرت خلاص، لا الحقيقه احب الناس تسامحني وترجع الميه بيضه تاني، او مش عارف بيقولوا ايه. طيب ليه لما فلان زعلك أحدت على خاطرك وقعدت 15 يوم لا بترد على رسائل ولا بتتكلم معاه ولا ولا ولا؟ ليه؟ يبقى أنت المفروض زي ما بتحب تتعامل تعامل الناس. حاجة كمان، المساعدة عند الاحتياج. لما بتلاقي نفسك أنت وقفت في وسط الشارع والعربية بتاعتك الكاوتش بتاعها اتخرم ومش عارف تطلع الكوريك ومش عارف تعمل، بتتمنى ايه؟ ان حد يقف يساعدك، مش كده؟ تتمنى ان حد يقف يساعدك. لو انت في مثل السمير الصالح وانت اليهودي المتعور، لما انت تكون متعور وفي الشارع مستني ايه؟ حد يساعدك. طب انت لو لقيت حد مزنوق في الكاوتش بتاعه مش عارف يغيره، وانت عندك القوة انك تعمل حاجة زي كده تساعده، هتنزل تساعده؟ خلي بالك الآية واضحة قوي، كل اللي انتوا عاوزين الناس يعملوه فيكم انتوا اعملوه فيهم. احتمال طبعك، اوقات كتيرة قوي في واحد طبعه صعب شوي، فتقول للناس ايه؟ احتملوني يا جماعة، انا بحاول، بس انا طبعي كده وتربيتي كده، انا عارف ان صوتي عالي بحاول اوطيه، اصبروا علي صدقوني بحاول. طب ولو لقيت واحد تاني مثلا وهو بيمضغ بطريقة غلط، ممكن تبقى قرفان منه؟ طب ما انت في حاجات ممكن، سوري انا اسف في اللفظ، تخلي الناس تتعب منك، اشمعنى انت قرفان منه ومش مفوت له؟ هرجع للقاعده تاني، انت عاوز الناس تعاملك ازاي؟ فكر قبل ما تاخد قرار، فكر قبل ما تزعق، فكر قبل ما تاخد اي موقف. ممكن جدا لو فكرت وطبقت الكلام ده على نفسك تغير رايك بنسبه 180 درجه، يعني تعكسها على طول. ممكن جدا حاجه تاني، حاجة اسمها الإحراج أو اللطف. لما أوقات الواحد ده تطلع منه كده كلمة بايخة في وسط الكلام،
فواحد يحرجه يقول له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده لا قد سنك ولا قد حكمتك، ده انت شعرك ابيض يا اخي وتقول الكلمه دي، سبت ايه للعيال الصغيره؟ اي طب انت كنت ممكن تقولها لي بطريقه لطيفه، ممكن تقولها لي بطريقه ان يعني انت يعني جانبك الصواب، يعني انت اللي قلته يعني نتمنى انه ما يكونش زعل حد. لفت نظري ان انا غلطت بس كنت لطيف معايا. مش انت لما بتغلط وتطلع منك كلمه ما تحبش حد يعايرك وتحب اللي يستر عليك ويكون لطيف معاك؟ طب اشمعنى انت لسانك فيه جرح واحراج لما حد بيغلط؟ انا مش عايز اكتر لان الامثله لو ابتديناها هنخلص بكره، فارجوكم حطوا القاعده دي في اذهاننا. القاعده دي بتقول ايه؟ كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم. هتفرق كتير قوي. وحطها بين قوسين القاعده الذهبيه للتعامل في دستور المسيحيه. نعمل ايه؟ نكمل بكره بنعمه ربنا.